على تجربات متواضعة في إدماج تكنولوجيا الإعلام والتواصل في الممارسات الصحفية وانخراطها في أسبوع إفريقيا للبرمجة، فمنذ توزيع الحقيبة متعددة الوسائط قامت المؤسسة بتأسيس نادي الإعلام والتواصل والذي تكفل بتكوين بسيط للمدرسات والمدرسين لاستعمال وسائل إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال، مما ساعدهم على تمرير التعلمات بتوظيف موارد رقمية مناسبة ووفق سيناريوهات بيداغوجية متنوعة باستعمال الحاسوب والمصلات. ومنذ ذلك الحين أصبح إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم والتعلم أحد الركائز الأساسية لمشروع مؤسستنا، بالإضافة إلى كل ما سبق فقد سهل